فهنا بالنسبه لك انت يعني من وجهه نظرك انت انهي ماتش كان الاصعب؟ هل فعلا الظهور ولا انت ليكي راي تاني؟ لا هو يعني الماتشات كلها يعني زي بعض، بس هو الظهور احنا كنا في الاول ما كنا بنضيع كتير قوي، ما كانش ان احنا جبنا كتير، ويعني كنا كمان خايفين شويه ان احنا ممكن نخسر، بس يعني في الكوارتر الثالث والرابع يعني لا الحمد لله ان احنا قدرنا نعمل كده ونكسب ونجيب. طب العكوسات اللي حصلت في الاول والتضييع اللي حصل ده كان نتيجه عدم تركيز ولا نتيجه قلق ولا نتيجه ايه؟ هو اول حاجه احنا ما كناش موفقين خالص، تاني حاجه ان احنا كنا ممكن خايفين شويه ان احنا لا لازم نكسب، فكان ممكن جايب معانا نتيجه ان احنا خايفين شويه. ده زود الاستريس والتوتر عليكم. طب عايزين نعرف بقى بدايتك اصلا مع كره السله، ابتديتي في سن قد ايه؟ هل كنت بتلعبي في مكان تاني او في نادي تاني قبل ما تنضمي للنادي الاهلي؟ وليه الباسكت بول اشمعنى؟ هو انا ابتديت باسكت وانا عندي 5 سنين في وادي رجله. اوكي. وبعد كده عند تحت 10 سنين احنا اشتركنا في الاهلي وجينا مع كابتن عليا، اول كابتن يعني دربتنا في الاهلي. وبعد كده بقى كابتن علي طلعت وكابتن احمد وكابتن عمر، وبعد كده السنه دي مع كابتن علاء. أوكي. اخترت الباسكت، هو اصلا انا ابتديت اول حاجه جمباز وبعد كده سويمنج، بس ما كنتش حباهم قوي. بس دخلت الباسكت، انا يعني بابايا كان بيحب يتفرج على الباسكت و فاهم فيه برضو. هو اللي شجعك؟ وكمان انا بنت خالتي وابن خالتي بيلعبوا في الاهلي باسكت، فده شجعني شويه ان انا ممكن اجرب، وجربته والحمد لله يعني ومشي الحال. جميل.